بسم الله الرحمن الرحيم. بيان سور مدينة الرباط طريق محمد الخامس. صور تذكارية على مدينة الرباط. بيان سور في الاول بعد ما حاولت نصور حدا ضريح واحد الخميس داخل بعد اول المسدود. الحاجه الثانيه باقتك العقليه ديال المغاربه ديالنا هبط الكاميرا ما تصورش باقي 10 درهم ولا باقي 50 درهم ولا ما عرفتش سي با. هذه مسائل تراثيه ديال المغرب ديالنا، اللي بغى يصور يصور، اللي بغى هذا تيكون في الهضره ديالو. جو امبيكاب زوين. هما المرود مناقشين ماشي حد ولا سيكوريتي اغابه. النيتواياج جو زوين. اوتيل فرح بيان سور. هنا من اللور طارح بيان سور. الاخوات المغرب بلا شك عرفتوا فين كاين، انا مدينه الرباط صومعه حسان. بدايه رفع الحجر على كوفيد 19. جينا حبينا ناخذ بعد واحد 3 شهور ولا 4 شهور ديال الكونفينمون في المغرب، وملي تلقوا شي شويه الناس كاين اللي مع الاسف مسوقه كاين اللي ما مسوقاش، وحبينا ناخذ لقطات على مدينه الرباط نشوفوا البلايص لي مونيمون. كنت حبيت ندخل لصومعة حسان نصور لداخل، مي مالوغوزمون مسدودة بور لو بوبليك. بيان سور الحجر سي با 100%، مازال ما باقي ما ترفعش 100%، ترفع بصفة تدريجية بشوية بشوية. الجو امبيكابل، جو زوين سخون. اليوم واخا كاين الزمت كاين واحد الريح كيضرب غربي. صومعة حسان مع الاسف اللي كنت بغيت ندخل نصور لداخل ما جابش الله. مره اخرى ان شاء الله اللي حيدوا هذا الحجر وحيدوا هاد المسائل اللي البلاد والعالم كله طايح فيها. ندخلوا نصوروا لداخل. وحبيت نصور بيان سور من اللور ديال حسان. كاين الودايه، كاين واد بورقراق، كاينين دي بلايص كي سون انتريسون ا فوتوغرافي. باقيين ديك الناس ديال صابين نعاود علينا من اللور. الحجر يعني خاويه، الهواء عاد تنقى شي شويه. Thank you.
الرباط بداية. Greeting from Morocco. Daya City. I cannot record a lot because it's not allowed right now. I'm going to take only a couple seconds. Udaya. That is the cross between the river and the ocean. Thank you.